معنا الآن على الهاتف مباشرة الدكتور علي الإدريسي. دكتور علي الإدريسي، طبعا كما تابعنا يعني هذه الطفرة العمرانية غير المسبوقة التي تشهدها مصر حاليا، وذلك في الكثير من القطاعات، ولكن نتحدث اليوم عن قطاعي الإسكان والطرق بشكل خاص، وما تم من افتتاح لبعض المشروعات في هذا الإطار، تحديدا في مشروع سكن جنة أكتوبر وأيضا النادي الرياضي. السيد الرئيس أشار إلى إضافة حوالي 700 كيلومتر في قطاع الطرق خلال السنوات الماضية، برأيي كيف تسهم هذه الإضافة في تيسير حياة المواطنين وتشجيع الاستثمار؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لحضرتك ولكل السادة المشاهدين الكرام. خلينا نقول طبعا يمكن عاوز أبدأ كلامي إن في الوقت اللي إحنا شايفين يمكن على مستوى العالم حروب وتدمير، لكن الحمد لله الدولة المصرية مستمرة بالرغم من التحديات اللي بيشهدها العالم كله، ومستمرة في عمليات البناء والتنمية، وده يمكن تحدي كبير جدا بيوضح مدى إرادة الدولة المصرية وقوتها وصلابتها إن هي تستمر في التعمير والبناء والتنمية في ظل هذه التحديات الكبيرة جدا اللي بيشهدها الاقتصاد العالمي. الدولة بالرغم من هذه التحديات لكن بتوفي بعدها أمام المواطن المصري في استمرار عمليات التعمير والتوسع. جزء منها مرتبط طبعا بملف الإسكان، واحد من الملفات المهمة جدا اللي بيهتم بيها المواطن، واللي ازاي الدولة بتحاول بشكل مستمر ان هي تلبي احتياجاته من ملف الإسكان اللي احنا كان عندنا يمكن مشاكل فيه لكثير من العقود، لكن احنا ابتدينا نلاحظ فعلا خلال الفترة الأخيرة ازاي ان بقى هناك فعلا توفير لوحدات السكنية بالشكل اللي يقدر ان هو يغطي الطلب من الوحدات، وقدرنا الحمد لله ان احنا ننجح بشكل واضح جدا في حل أزمة الإسكان. ويمكن سيادة الرئيس انا بفتكر له تصريح مهم جدا من سنوات لما كان بيقول كل مواطن هيحتاج وحدة سكنية هيلاقي، واعتقد ان هو وصف بعده. يمكن الناس اللي سمعت التصريح دوت من سنوات كانت بتستغرب ازاي انت هتحل أزمة احنا استمرينا فيها لأكثر من حوالي 30-40 سنة، ازاي ان حضرتك هتحل مشكلة اسكان لدولة سكانها تخطى 100 مليون. فالحمد لله يعني بتعاون مؤسسات الدولة وتعاون كمان القطاع الخاص، لان مش بتكلم عن الدولة ممثلة بس في مؤسساتها، لكن القطاع الخاص كان ليه مساهمة ايجابية في هذا الامر، مش على مستوى برضه الاسكان وبس، لكن في قطاعات كتيره جدا، لان حتى لما بنتحدث عن ملف الطرق كان هناك برضه في هذا الاطار. دكتور علي اسمح لي، انه السيد الرئيس صرح بانه الطرق والمحاور الجديده بتعمل وفق الخطه الاستراتيجيه لتخفيف حجم التلوث، يعني هذا التصريح بشكل خاص برايك الى اي مدى يتماشى مع خطه الدوله للتحول الاخضر؟ جزء مهم جدا ان احنا نبدا من حيث انتهى الاخرون. احنا شايفين العالم كله دلوقتي مهتم بقضيه تغير المناخ، واحنا يمكن بنبذل جهود كبيره جدا في عديد من المشروعات الخاصه بالاقتصاد الاخضر والتحول الى الاقتصاد الاخضر، وده يمكن امر مهم جدا. الدوله بتراعي المعايير البيئيه والصحيه في كافه مشروعاتها، وبالاخص بالنسبه لمشروعات الطرق. ابتدينا يمكن من سنوات في الجزء الخاص باستغلال حتى للطاقه الشمسيه في الاناره بالنسبه لعديد من الطرق، ابتدينا ان احنا نتحرك بشكل اكبر على مستوى تقليل الانبعاثات، وده يمكن نقطه مهمه جدا مش بيتابعها بس حتى المصريين، لكن احنا شفنا ازاي المؤسسات الدوليه بتتابع المشروعات اللي احنا بنقوم بيها على مستوى التحول للاقتصاد الاخضر. نقطه مهمه جدا هنقدر ان احنا نستفيد منها في مصر، وهنقدر ان احنا نفيد بيها العالم كله، ان احنا نكون فعلا بناخدوا خطوات مهمه جدا لتقليل حجم التلوث البيئي اللي بيأثر طبعا على مستوى صحه المواطن وبيأثر على العالم ككل، لان دايما بنقول ان تكلفه التلوث بيتحملها الجميع. صحيح. التلوث مش بيتحملها فئه عن الاخرى، وبالتالي جهود الدوله في هذا الامر هي جهود يعني جيده جدا، وبالتالي انعكاسها مش بس على الدوله المصريه ولكن على مستوى العالم. السيد الرئيس تحدث أيضا دكتور علي عن قضية مهمة جدا، وهي قضية التعدي على الأراضي الزراعية، أكد أنه الدولة حريصة على بقاء رقعة الأراضي الزراعية دون المساء
الاساس بها باي شكل من الاشكال. قراءتك لكيفيه يعني ان يساعد ذلك في اشتراطات البناء خلال الفتره القادمه؟ الملف دوت يمكن الدوله تصدت ليه بمنتهى القوه، واحنا كمان يمكن مع طبيعتنا في الفتره الحاليه للارتفاعات الشديده جدا في عديد من اسعار السلع الزراعيه، ابرزها يمكن القمح على مستوى العالم، وبعد الازمه الحاليه اللي بيمر بيها العالم كله، اكيد دي كلها بتاكد لنا ازاي ان جهود الدوله للتصدي امام التعدي على الارض الزراعيه، الحفاظ على الامن الغذائي، دي امور غايه في الاهميه، لان مع الظروف والتطور اللي بيشهده العالم اصبح دلوقتي بيحتم على كافه الدول ان هي تسعى لمستويات اعلى من الاكتفاء الذاتي من السلاح الزراعيه، وبالتالي تغليظ العقوبات على المخالفين والحفاظ على الرقعه الزراعيه والعمل كمان على استصلاح الاراضي الزراعيه بشكل مستمر، اكيد ده هيوصلنا باذن الله لتحقيق لمستويات اعلى من الاكتفاء الذاتي وبالاخص من السلع الاساسيه نعم. ايضا السيد الرئيس تحدث على انه اي ازالات سوف تتم للمنفعه العامه وللصالح العام، وانه هتقوم الدوله بتعويض اصحابها. قراءتك لهذه النقطه تحديدا، لانها كانت نقطه في منتهى الاهميه السيد الرئيس تحدث عنها ايضا. يمكن كمان حتى السيد الرئيس في الجزئيه دي بيراجع دايما عمليه صرف التعويضات وازاي ان يكون الامور بالشكل العادل. نعم. يعني ان احنا بنتابع اسعار السوق في عمليه التعويض، وده امر مهم جدا، وكمان صرف التعويضات، وكمان خلينا نقول يمكن حتى السيد الرئيس كان بيشير لهذا الامر، ان دلوقتي عمليه توسيع طريق او انشاء طريق في وسط يمكن كثير من التعديات هو امر غايه في الصعوبه، لانه برضه بيكلف الدوله يعني مليارات من الجنيهات، مش مليارات بس علشان اعمل طريق جديد، لكن عشان اعمل طريق وعلشان اقدر اعوض كل الساكنين، فالدوله حاولت ان هي بشكل كبير ان هي تعوض كافه اصحاب المباني اللي تم يعني العمل على يعني ازاله هذه المباني لاقامه الصور، ولكن يكون حتى الامر بشكل عادل وطرح بدائل، يعني بمعنى يا اما يكون في تعويض يا اما يتم توفير وحده سكنيه. نعم. في المقابل، فبالتالي هي بدائل تحاول بشكل واضح ان هي يبقى فيها التعويض المناسب، ويمكن سياده الرئيس بنفسه متابع هذا الملف، وده يعني يمكن بيحصل بشكل كبير ان يكون في اهتمام رئاسي بملف التعويضات، وفي نفس الوقت احنا كلنا مجمعين دوت للمنفعه العامه، يعني احنا مش بنعمل طريق عشان يخدم شخص ولا اثنين ولا ثلاثه، لكن ده بيخدم الدوله كلها. نعم. تابعنا افتتاح عدد كبير من مشروعات الاسكان الاجتماعي، برايك دكتور علي مستوى انجاز هذه المشروعات وتاثير هذه المشروعات على جوده الحياه التي تقدم للمواطن لتوفير الحياه الكريمه التي تليق بالمواطن المصري، وبشكل خاص انه بناء المواطن او بناء الانسان المصري هي ابرز اولويات الدوله المصريه بكل مؤسساتها؟ احنا بنتكلم عن جودة الانجاز وسرعة الانجاز، ودول يمكن عاملين مهمين جدا الدولة بقت بتأكد عليهم في كل خطواتها، متابعة سيادة الرئيس، تعاون المؤسسات الدولة بشكل عام، مش بنتحدث بس عن وزارة الاسكان، لكن احنا شايفين كمان تعاون يمكن ما بين كافة المؤسسات في هذا الامر، فكرة ان احنا يبقى عندنا اصرار ان احنا نقدم الافضل للمواطن، بناء الانسان المصري من حيث ازاي ان يكون عندنا مستويات اكيد تعليم افضل وصحه افضل، ويكون عندنا وحدات سكنيه تليق بكرامه المواطن المصري، العمل على ازاله العشوائيات في مصر بشكل عام وتحويلها الى مناطق تكون فعلا ادميه، مناطق تكون متوفر فيها الخدمات بالشكل اللائق، الاهتمام بمستويات المعيشه وتقديم الافضل، ده امر يمكن سياده الرئيس بياكد عليه. صحيح. واحنا زي ما احنا قلنا يعني احنا بنتحدث عن وحدات سكنيه من جانب، وفي نفس الوقت ازاي يكون في الخدمات حتى كمان من ضمنها الخدمات الرياضيه، اللي يمكن سياده الرئيس شايف فعلا ان دي مهمه ومش حاجه ترفيهيه وبس، لكن هي ازاي تكون اسلوب حياه وتكون حاجه مهمة جزء من حياتنا كلنا. مشروعات الإسكان زي ما حضرتك ذكرت بتستهدف القضاء يعني على العشوائيات والمناطق غير الآمنة، وأيضا بتغير من الوجه الحضاري بشكل كبير جدا بالنسبة للبلاد، برأيك هل يستلزم ذلك المزيد من التشريعات؟
اعتقد طبعا جزء التشريعات هو جزء مهم، لكن عمليه التطوير اللي احنا بنقوم بيها يمكن كان حتى جزء مرتبط بعمليات التعديل التشريعي، هو تغليظ العقوبات على المخالفين، وده كان امر مهم جدا لان ده بياكد سياده الدوله. لكن احنا ياما نادينا لسنوات طويله جدا على رفضنا لعمليات التعدي على الاراضي الزراعيه والتعدي على اراضي الدوله، لكن للاسف الشديد كانت العقوبات في اوقات كثيره جدا غير رادعه للمخالفين. لكن اعتقد ان مع التعديلات ديت يعني اصبح دلوقتي يعني في فعلا اعاده للتفكير مره اخرى في اي حل التعدي، والدوله بقت بتتصدى بمنتهى القوه، والدوله تصدت للفساد اللي كان بيسمح بهذه التعديات، وده امر غايه في الاهميه. سيد الرئيس أولى اهتمام كبير بالرياضة بشكل خاص وبكل منشأتها. اليوم كان افتتاح مجمع صلاة حسن مصطفى لكرة اليد، وأيضا تابعنا تفقد سيادة الرئيس لنادي النادي الرياضي. برأيك كيف يسهم ذلك في النهوض بالرياضة وفي الاهتمام بالرياضة بشكل كبير جدا خلال الفترة القادمة، وصناعة البطل الأولمبي التي طالما ما يؤكد عليها السيد الرئيس؟ الجزء الخاص بالرياضة هو جزء مهم جدا في حياة الشعوب. يمكن احنا الموضوع مش بنبصله بس من ناحية ترفيهية، ولكن هو اصبح دلوقتي ازاي ان احنا نكون في مجتمع صحي، ومجتمع صحي دوت عشان نقدر نوصل له لازم يبقى الرياضة جزء واسلوب حياة بالنسبة لنا. وبالتالي الاهتمام بانشاء المنشآت الرياضية بشكل عام اكيد ده هيساهم بشكل واضح في زراعه هذه الثقافه، وده جزء مهم لان احنا بعد فترات ما كانش بيتوفر عندنا المنشات الرياضيه اللي تلاقي ان هي تستوعب الشباب وتستوعب من يرغب في ممارسه الرياضه بشكل عام. لكن دلوقتي مع وجود هذه المنشات والاهتمام بشكل كبير بصناعه بطل اولمبي اكيد ده هينعكس علينا بشكل واضح حتى بعد كده في البطولات اللي بتبقى موجوده وحجم التمثيل المصري فيها والمشاركات وحجم الانجازات الرياضيه بعد كده. وان شاء الله باذن الله نستمر في عمليات التطوير والانشاء للمنشات الرياضيه لانها اكيد جزء مهم جدا ولازم تبقى موجوده، وتاكيد سياده الرئيس دوت جزء مهم جدا في هذا الامر. اشكرك جزيل الشكر دكتور علي الادريسي استاذ الاقتصاد، شكرا جزيلا على هذه المشاركه.